أهلاً بكم. في هذا الفيديو سنتكلم عن عظمة برنامج إكسل، حيث أن مصنف إكسل يحتوي على مجموعة أوراق، وكل ورقة تحتوي على 1,048,576 صف و 16,384 عمود. فعند تقاطع الصفوف مع الأعمدة ستنتج الخلايا، فلو تم حساب عدد الخلايا التي ستنتج من تقاطع الأعمدة مع الصفوف، فإن الورقة الواحدة تتكون من 17,179,869,000 خلية، حيث أن شاشة الحاسوب تعرض 15 عمود و 25 صف، أي أنها تعرض 375 خلية من ورقة العمل بنفس الوقت، وهذا يعني أنك بحاجة إلى 45 مليون شاشة لمشاهدة جميع خلايا ورقة العمل بآن واحد، أي أننا سنحتاج إلى جمع حواسيب العراق والأردن وسوريا وفلسطين لعرض خلايا ورقة إكسل واحدة. إذا قمنا بإدخال حرف واحد في كل خلية بزمن واحد ثانية، فإنك بحاجة إلى 540 سنة لملء ورقة إكسل واحدة، أي أنه لو أفنيت عمرك كله منذ الولادة وحتى الوفاة، فإنك ستملأ أقل من ربع ورقة واحدة. ولطباعة ورقة إكسل واحدة فإنك بحاجة إلى أكثر من 36 مليون ورقة، وعند تكديس هذه الأوراق فوق بعضها البعض فإنها سترتفع لأكثر من 3600 متر، أي أن هذه الأوراق ستصل إلى قمة جبل هيلغر، أعلى قمة جبلية في العراق. كل هذه الضخامة الهائلة هي لورقة إكسل واحدة، حيث أن المصنف يتكون من مئات الأوراق، وأننا يمكن أن ننشأ ملايين المصنفات في الحاسوب، فهذا يعني أننا نمتلك في حاسوب واحد مليارات المليارات المليارات من الخلايا.